فهد أحمد علي سنوسي. اللي ينساه وما تساعدك فيه اشتغل التمريض كويس. تمام. مصطلحات شوية انجليزي. نقول هيوكم بيشتغلوا على الاقل بداية سليمة في مجال التمريض. وراه هذه مش بداية أول الخطوة الأولى زي ما نقول في بداية المستقبل بتاعك. بعدين انجليزي بعدين معلومات عامة. شوف روحك أنت ما تخربشش. قول لي الناس تكتب فيها عادي الاسم في البصيصه في ورقه صغيره مكتوب فيها الاسم تمام اسم المعهد المعهد الصغير يعني الرقم السري ما تمسوش اي مكان ثاني يكتبوا فيه نقلبها نجي الأسئلة ورقة الأسئلة ما تكتبوا فيها شيء إلا لما نحتاجوها بعدين تبعها تتم الورقة المسطرة بعدين كان فوق تكتب فيها واضحة أنا الدكتور خليفة إبراهيم الطاهر المزغي رئيس دراسة امتحانات بوحدة التعليم الصحي بقسم التمريض بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة. احنا اليوم في احدى امتحانات المفاضلة للدخول في المعاهد الصحية المتوسطة اللي تابعة لوزارة الصحة. هذه المعاهد التي أسست أو تم عاد افتتاحها بناء على سد العجز للتمريض اللي الحاصل في المعاهد بالمستشفيات التعليمية. طبعا احنا متقدمين حوالي 100 طالب. طبعا احنا نحاولوا المناطق المحيطة بمدينة غريان مقدمين 100 ملف لكن الحضور حاليا 57 طالب مستوفين الشروط باش نسدوا العجز بالمناطق بمستشفى غريان التعليمي باش يؤدي خدمة للمواطنين اللي هم الناس اللي بيتلقوا الخدمة في هذا المستشفى. وهذه المعاهد تتبع وزارة الصحة مباشرة ويتم طبعا 3 سنوات هي دبلوم متوسط يتم تعيينهم مباشرة بعد سنوات التخرج. إدارات المستشفيات أكثرهم 90% من إدارة المستشفيات متجاوبة ومتفاهمة للسد العجز لأنها تخدم بناء على سد العجز وبتوافق مع إدارة المعهد والمعهد يعتبر إدارة من إدارات المستشفى. شو اسمك أنت؟ عبد المهيمن الهادي غوم. المهم ليش قشت الماس عندي؟ عندك رغبة مش ايه وليس النية هذه النية ناوي ماشي طلعت محوشكم ناوي ماشي بدين امتحان لكن عندك رغبة بانك انت تبي تخش مجال التمريض ايه وبتخدم ناس وبتخدم المواطن اللي يجي صح ولا؟ صح. 7 عدم مغادرة معهد اثناء فترة الدراسة لأي سبب. 8 التعهد بالشغل داخل مستشفى غريان حسب لوائح وقوانين المستشفى بعد تخرجي من المعهد. فهمتها هذه. ما تقولش انا والله بعد ما تخرجت انا حر. لا لا فاهم عليك. لا احنا عندنا شرط قررنا لك في غريان بتخدم عندنا مده معينه اقل شيء 5 سنوات. تشرفنا اليوم بحضور وحده التعليم الصحي بوزاره الصحه لحضور امتحان المفاضله لطلبه المعهد الصحي. فتقدموا الطلبة للحضور كان العدد 100 طالب ولكن الحضور اليوم في الامتحان كان 57 طالب. نشكر إدارة المستشفى على الدعم المستمر لهذا المعهد وعلى رأسهم الأستاذ خالد زويد كان في حضور وشرفنا بحضوره للطلبة وأعطى بعض الاستفسارات للطلبة والمشاكل اللي وتبديل الصعاب والمشاكل اللي تحصل داخل المعهد داخل المستشفى. نحب نوضح ان المعاهد قائمه لها 3 سنوات خرجنا الدفعتين والدفعه الثالثه باذن الله حاليا في تخرجهم والدفعه الرابعه باذن الله حيكون بعد 6-7 شهور يتخرجوا
وياخذوا أماكنهم في المستشفى. بالنسبة للدفعة الأولى تم تمكينهم داخل إدارة المستشفى وحتى أسميهم وبالنسبة للدفعة الثانية نفس البرنامج تم تمكينهم وشغالهم وتقسيمهم بأقسام المستشفى.